عند مشاهدة المنافسات الكروية يخال للمتابع أن لياقة لاعبي المونديال خالية من العيوب، وأنهم يتمتعون بجسم رياضي مميز يسمح لهم بالركض والقفز والتسديد دون كلل أو ملل. والحقيقة أن لاعبي كأس العالم المقبلة ليسوا جميعاً على درجة عالية من اللياقة، فالحماس والقوة لا يحجبان ما يعانيه البعض من مشاكل، ألا وهي زيادة الوزن رغم خضوعهم لتدريبات شاقة ونظام حمية محدد. بروز العضلات المفتولة والبطن المشدود تحت القميص الضيق يفتقده صخرة دفاع بنما رومان توريس، ففي مونديال روسيا سيكون الأكثر تميزاً على الإطلاق، ولكن في زيادة الوزن الذي يصل إلى 99 كيلوغراما بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي. يليه في الترتيب وبفارق كيلوغرام واحد كل من الدنماركي يانك فيتسركارت والإنجليزي هاري ماكواير. رغم أن مركزه في الحراسة يستحق الرشاقة والخفة، لكن الدولي الإنجليزي جاك باتلند احتل المرتبة السابعة على لائحة المصنفين في الوزن الزائد إلى جانبه الكرواتي كالينيتش. أما الأخف وزناً بين لاعبي المونديال فسيكون الياباني تاكاشي إينو برقم لا يتجاوز 59 كيلوغراما. بقي أن نشير إلى أن زيادة الوزن مصطلح يتم استعماله بعد عمليات حسابية ليست دقيقة 100%، ولكنها تعطي مدلولاً لمؤشر كتلة الجسم أو ما يعرف ببي ام آي. ديما محمد السائح، العربية.